السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع باركور فرونسي مستوى السادس ابتدائي الصفحة 114. دونك مع لا ليكتور دو مع جو كومبرون. دونك كنا في الفيديو السابق فهمنا لو تكست على الشيء هضر. كيل سون لي زينيرجي نون رينوفلابل سيتي دون لو تكست. دونك شنو هما الطاقات الغير متجددة اللي ذكروا في هذاك لو تكست هذاك. دونك كانوا هضروا لنا على لو بترول le gaz et le charbon. هذوما الطاقات الغير المتجددة، يعني نهار يكملوا من تحت الأرض ما يبقاش يتخرجوا. بوركوا سونتيل ابيلي نون رينوفلابل؟ دونك علاش كنسميهم واحد غير متجددة؟ كما قالوا لنا في التاكس car elles sont issues de la décomposition des végétaux. يعني لان كيجيو من انقسامات ديال النباتات وديال الصخري داك المعادن اللي كاينه تحت الارض، يعني غير متجدده، غادي يكملوا يكملوا غير ينفذوا. دونك car نقولوا elles sont على حساب اللي كاين في لو تيكست elles sont issu de la décomposition position des végétaux. او قالوا لنا راه كنقصوا شويه بشويه ال diminue de plus en plus. Et on se chouille à chouille. Quelles sont les énergies renouvelables représentées dans le texte? Je n'ai pas de taquat le mot de la le texte. Je n'ai pas l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Taqa chamsi ou taqa dirrih. Donc, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Éolienne. Taqadil Riyah. أربعة أكوا سيرف لي بانو سولير. فاش كيفيدونا دوك لي بانو دوك البلاكات اللي كنديرو الفوق؟ لأن هما اللي كيكابتيو الشمس، هما اللي كيشدو لينا الطاقة الشمسية. دونك الكابت الكارت من طبيعة الحال لينيرجي سولير، هما كيشدو الطاقة الشمسية والمحركات كيحولوها لطاقة كهربائية. خمسة غراس اكوا لي زيوليان برودويز تال دو لينيرجي. دونك بفضل ماذا هادوك المروحيات كينتجو لينا الطاقة؟ بفضل الرياح. دونك غراس او فون. دونك هنا ال برودويز دو لينيرجي غراس او فون. بفضل الرياح. غاس او فون. فون هو الرياح. سا كيل سون لي زافونتاج دي زينيرجي رينوفلابل؟ شنو هما الامتيازات ديال الطاقة المتجددة؟ من طبيعة الحال ما كيلوثوش لينا لاتموسفير. دونك ال هادشي كلشي على حساب التكست. ال نو بولي با لاتموسفير. ما كيلوثوش لينا لاتموسفير الجو. و نو برودويز با لو غاز ريسبونسابل دي ريشوفمون دو لا تير. وما كاينش جو داكشي كله كاين في التاكس. و اي نو برودويز
ne produisent pas le gaz le gaz responsable donc on a le حساب النص responsable du réchauffement du à l'ارتفاع الحرارة réchauffement de la terre. Très bien, c'est bon. Donc quels sont les inconvénients de ces énergies? شنو هما السلبيات ديال هاد الطاقات هادو؟ دونك كما كنا شفنا في لو تيكست il n'est pas disponible la nuit, ما كيكونش في الليل. دونك elle n'est pas disponible la nuit qui connaissent le lit ni par mauvais temps ou ملي كيكون مثلا الشتاء والبرد وداك الشيء ثاني كيكونوا الطاقات ناقصين لان ما كايناش الشمس هما كيعتمدوا على الشمس وعلى الرياح. 8 كيل لو تيب دو سو تيكست شنو هو النوع ديال هذا التكست هذا دونك سي تان تيكست اكسبليكاتيف دونك هنا علاش اكسبليكاتيف كيشرح لينا شي حاجه الى جوستيفي تا ريبونس il donne des explications explications كيعطينا الشروحات. très bien شوفوا دابا je prononce bien donc je lis la phrase en respectant les liaisons نقرا ونحترم لي ليزون داك الارتباطات هادو اللي بالحمر. donc l'énergie solaire peut être donc TMAE peut être captée et transformée en électricité ni يعني كنديروا لا ليزون اون إلكتريسيتي غراس ا دي بانو سولير انستالي سور لي فاساد. جو لي لي فراز اون ماركون لي بوز هنايا نقرا وندير الوقف نوقف ملي تكون فاصله ولا بوان. الوغ كيل سون لي زينيرجي رينوفلابل كي بوف رومبلاسي لي زينيرجي فوسيل نوقف. تو دابور لينيرجي سولير لو سولاي ني با ايترنيل Mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est impuisable. Dire la liaison est impuisable. Très bien, je réagis au texte. Donc, Nassegoulia, peux-tu expliquer la différence entre énergie renouvelable et énergie non renouvelable? Je vais vous donner le fait entre le moutajadid et le taqal ghair le moutajadid. En tout cas, le fait entre l'énergie renouvelable المتجددة ما كتلوتش نو بولي با لانفيرونمون نومون ما كتلوتش لينا البيئة. سيت دوت انرجي رينوفلابل عطينا طاقات متجددة أخرى دوت. إذا في التكس كنهضروا على الطاقة الشمسية السولير والإيوليان ديال الرياح. نقدروا هنا نزيدوا هنا مثلا الإنرجي هيدروليك يعني الطاقة ديال الماء الطاقة ديال بالماء الماء كيحرك دوك المحركات كيدورو كيعطيو ينتجو الطاقة. كال انرجي بريفير تو جوستيف تا ريبونس شنو من طاقة كتفضل وعلل جوابك. دونك جو بريفير لينيرجي
مثلا نقول ج، بريفير لينيرجي رينوفلابل يعني المتجددة هذه، جي سيف تا ريبونس. علاش؟ السبب البسيط هو كا ال نبولي ما كتلوتش لونفيرونمون البيئة، هذا أول شيء. وما كتكملش اي اني بويزابل يعني ما كتنتهيش، بوي زابل يعني ديما هي متجدده. تري بيان، كنت نكونوا كملنا الصفحه 114 من باركور فرونسي المستوى السادس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.